عسلامة ومرحبا بكم، هذا مهدي يحييكم. مرحبا بكم على قناة سبوري نيوز هاش ام. بسبب ثورة الاحتياطيين وعدم انضباط بعض النجوم، مدرب التاريخي تحت الضغط. يواصل الفريق تحضيره في المواجهة الغد أمام النجم المتلوي على ملعب الأخير ذو الأرضية الاصطناعية، ويأمل الترجيون في تجاوز نصف عثرة الجولة الفارطة بعد أن اكتفى الفريق بالتعادل في الديربي أمام الملعب التونسي. مباراة مهمة للغاية للاعبين والمدرب كاردوزو اللي بات تحت طائلة الانتقادات بسبب الخيار التكتيكية والفنية، فهل يتجاوزها البرتغالي بسلام؟ هناك عدة ملاحظات ظهرت على الفريق في الفترة الأخيرة، فرغم أننا في بداية الموسم إلا أن الترجي خاض عديد المباريات محليا وإفريقيا، 5 لقاءات، وهو اللي بدأ تحضيراته مبكرا منذ بداية الجولة الفارط، وبالتالي لا وجود لأي أعذار للإطار الفني حول خياراته الفنية. ما شر أن الحديث عن هذا الأمر هو التراجع على مستوى الأداء لبعض النجوم مقابل تمرد البعض الآخر، فالحارس أمان الله مميش واللي نال شرف لقب أفضل حارس مرمى إفريقي في الموسم الفارط، مما أهله ليعزز صفوف المنتخب الوطني التونسي لأول مرة في سن مبكرة. اللاعب يبدو أنه قد اختار قليلا بالمديح والثناء، وبدأت أخطاء تتكرر في المباريات الثلاثة الأخيرة اللي لعبها. الأخطاء في حياة اللاعب واردة، هذا لا شك فيه، لكن تكرارها بنفس الطريقة ينظر بالخطر، وعلى ميميش أن يستفيق ويعود إلى رشده قبل أن يهدم كل ما بناه في الموسم الفارط. لاعب آخر كان في المباراة الأولى للترجي النجم الأول، سجل هاتريك أمام ديكاديها الصومالي، لكنه ظهر بمستوى مهزوز في الديربي، وهنا نتحدث عن الجزائري يوسف البليلي. مدرب الفريق فسر هذا التراجع بالمحاصرة اللاصقة للبليلي، ولكن حقيقة اللاعب لم يظهر بنفس الروح منذ عودته بعد أن غادر الجزائر لأسباب غير التي ذكرتها إدارة النادي. قبل هذا الثنائي عاش الترجي مسلسلا طويلا مع مهاجمه البرازيلي رودريغيز إلى تصائف، عندما رفض في البداية العودة، ثم التحق بنوع من التأخير بالمجموعة في التربص، ثم تعرض إلى إصابة، وكل ذلك حصل والإدارة لم تكشف للجماهير عن الإجراءات الردعية اللي اتخذتها في حقه حتى لا يعيد الكرة. هذا التمرد النسبي وقلة الانضباط لدى النجوم في الترجي بات يمثل خطرا على المجموعة اللي تنتظرها رهانات الكبرى في هذا الموسم لعل برزها العالمية، وبالتالي فإنه على إدارة الفريق والمدرب التفطن لهذا الخلل. تحدثنا عن أهمية بعض اللاعبين الاحتياطيين في خيارات كاردوزو، ويبدو أنه إطار الفني قد عرف موطن الخلل في بعض المراكز، والأكيد أنه سيتجاوز ذلك في قادم الجولات. فالمهاجم زين الدين كادا أثبت كل ملاعب بعض الدقائق أنه أفضل بكثير من يوسف العبدلي المتدرب الجديد، واللي نال أكثر من فرصة دون أي جدوى، وبالتالي سيظهر كادا أساسيا أمام المتلوي حتى موعد عودة رودريغيز. أما منطقة وسط الميدان فقد تشهد عديد التغييرات، خاصة بعد المردود الغزير اللي ظهر به الإيفواري عبد الرحمن كوناتي، وكذلك لاري العزوني مقابل تراجع رهيب لروجي أهولو ووائل الدربالي. بعض الاحتياطيين أحرجوا حقا المدرب البرتغالي، والأكيد أنه لن يجازف مستقبلا بالتعويل على نفس الأسماء اللي منحها ثقته في مباراة الفارطة. فالترجي مطالب بحصد أكبر عدد من النقاط والاستقرار على تشكيلة مناسبة تكون على أتم الاستعداد لما هو آتي من رهانات إفريقية وعالمية، والمدرب بحوزته رصيد بشري ثري، وما عليه سوى اختيار الأفضل والأكثر جاهزية. أخبار النادي الإفريقي غلق الفيراج وعلي يوسف يغيب عن مواجهة جرجيس. قررت الهيئة المديرة للنادي الإفريقي غلق مدارج المعارجة الشمالي الفيراج خلال مقابلة النادي الإفريقي وترجي جرجيس المبرمجة ليوم غد الخميس، واستجابت إدارة النادي لنداءات العديد من الأحباء اللي طالبوا بتدخل الهيئة والقيام بعملية استباقية، وذلك حفاظا على سلامة الجماهير والمحافظة على مصالح النادي الرياضية. هذا الإجراء اتخذته الهيئة على إثر أحداث العنف بين مجموعات الأحباء اللي شهدتها مدارج المنعرج الشمالي خلال مباراة الإفريقي وشبيبة العمران. وفي الحقيقة فإن إدارة النادي مطالبة أيضا بجمع رؤساء وقادة هذه المجموعات الأربعة وإنهاء الخلافات والعودة للتشجيع النادي تحت راية الكورفا نور. تعرف تشكيلة النادي الإفريقي عودة المهاجم كينغسلي إيدو خلال مواجهة ترجي جرجيس، ذلك أن التدخل الجراحي اللي خضع له اللاعب في إصبع الرجل لا يعيقه عن اللعب، لكن إيدو فقد مكانه في التشكيلة الأساسية بعد استغل حمدي العبيد الفرصة وأظهر جاهزية كبيرة،
فرضت على دافيد بيتوني ترسيمه كمهاجم أول الفريق. وفي المقابل تشهد تشكيل الفريق غياب المدافع المحوري الليبي علي يوسف اللي سيركن إلى راحة مدة 10 أيام بعد الإصابة اللي تعرض لها في مواجهة قوافل القفصة. عاد المدافع الجزائري للظهور من جديد في تمارين النادي الإفريقي بعد أن ابتعد لفترة طويلة عن الميادين بسبب إصابته في الأربطة المتقاطعة، وهو الآن في مرحلة التأهيل البدني وسيكون جاهز للعب في بداية العام الجديد. وكانت إدارة الإفريقي قريبا فسخ عقد الشريفي، لكنها خيرت بالنهاية المحافظة عليه مع المجموعة حتى يكون خيارا إضافيا في الدفاع. تنتظر جماهير النادي الإفريقي ظهور كل المتدربين الجدد في تشكيلة الفريق، وخاصة غاني محمد شوكان وفيليب كينزومبي وجويل أرماندو كوه، والذين سيدعمون الفريق في المرحلة القادمة بعد أن يستكملوا برنامج الإعداد البدني، خاصة محمد شوكان وأرماندو كوه. فلا تزال الهيئة تبذل قصارى جهدها لتأهيل فيليب كينزومبي لدى الجامعة التونسية لكرة القدم. تعاقد فرع كرة اليد النسائية لرأس صوفيان بن صالح مع اللاعبة نورة الدراوية الجناح الأيسر اللي أمضت عقد بموسمين مع فريق كبريات النادي الإفريقي بعد أن كانت قريبة من تقمص ألوان النادي النسائي بالمقنية. أخبار النجم الساحلي عبيد جاهز وريان على لقاء سليمان. أعطى الإطار الفني أهمية بالغة لمباراة الغد أمام مستقبل سليمان نظرا لصعوبتها ومدى تأثير نتيجتها على موقع الفريق في الترتيب، خاصة أن المنافس المرتقب أظهر صلابة خلال الجولة الماضية. ميدانيا تجري المجموعة صبيحة اليوم الحصة التدريبية النموذجية، سيتخللها لقاء تطبيقي يختبر فيه الإطار الفني جزئيات من الرسم التكتيكي اللي ينوي اعتماده بعد ظهر غد للعودة بالنقاط الثلاثة. تعرض صانع ألعاب فريق النجم الساحلي في لقاء اتحاد تطاوين إلى عدة تدخلات عنيفة حتمت عليه خروج للمدوات، وتبعا لذلك خضع اللاعب إلى فحوصات طبية أثبتت أن التدخلات لا تكتسي أي خطورة على صحة عبيد اللي سيكون في طليعة العناصر اللي باش يعول عليها حمد الدو في مواجهة أبناء الوطن القبلي. يدرك مدرب النجم الساحلي حمد الدو جيدا أن مواجهة مستقبل سليمان لن تكون سهلة بالمرة، وهو اللي عاد من بنزرت بتعادل سامي أمام نادي المكان. الدو يبدو شديد الحذر، خاصة أنه يعلم أنه تجاوز عقبة مستقبل سليمان ستجعله يحظى بمزيد من الثقة في قادم المواعيد، ويواصل إعادة ترتيب البيت في أجواء هادئة. وبالتالي فثلاث نقاط من تنقل الغد ستفتح عديد الأفاق. مدرب ليتوال يعي جيدا أنه سيكون مطالب بالفوز الجولة الرابعة حتى يتجاوز مرحلة الشك والتشكيك. بعد تأهيل الملعب البلدي باستمرار لاحتضان جولة ثالثة البطولة من طرف لجنة صلاحية الملاعب التابعة للجامعة التونسية لكرة القدم، فحول فريق جوارة الساحل تمارينه خلال اليومين الماضيين إلى مركز تكوين الشبان تاريخ القلعة الصغرى للتعود على الأرضية الاصطناعية. أمام تزايد الضغوطات والانتقادات ألا تنقلب هيئة CSS على سانتوس، عبر أعضاء الهيئة المديرة للنادي سبيرسي عن عدم ارتياحهم لأداء الفريق كرويا وفنيا منذ تسلم البرتغالي ألكسندر سانتوس مقاليد الأمور الفنية. لقد ساد الاعتقاد أن الأداء سيشهد تحسنا من مباراة لأخرى، وأن الإطار الفني مازال في رحلة البحث عن تشكيل الأساسية، حيث يستوجب الأمر القيام بتغييرات متتالية للفريق من لقاء لآخر، غير أنه النتائج قد خيبت أمل جماهير الفريق اللي فشل في مباريات البطولة وفرط في 5 نقاط كاملة في مباراتين أمام فريقين حديثي العهد بالرابطة الأولى. المخلوف يرفع شعار التأسيس لمشروع إعادة أنجاد الفريق، وكان الخطة تستوجب التعاقد مع مدرب أجنبي، لكن سرعان ما تفطنت مختلف الأطراف إلى أن الطموحات أصبحت صعبة التحقيق في ظل أزمة نتائج رافقها أداء ضعيف للفريق. الأكيد أن إدارة نادي سبيرسي لن تتخلى عن خدمات مدرب سانتوس خلال الأسابيع القادمة، في حين ستكون فترة توقف البطولة نهاية السنة الجارية مرحلة لتقييم عمل الإطار الفني بشكل علمي. الأطراف اللي تشرف على تسيير الفريق من خلف الستار أعلنت للشارع الرياضي بعاصمة الجنوب بأن الحديث عن رحيل المدرب سانتوس موضوع سابق الأوان، وأن الوقت مازال أمامه لمراجعة خياراته الفنية والتكتيكية خلال الجولة القادمة. لما يستوعب الأحباء قرار المدرب سانتوس بتجميد نشاط المهاجم بركات الحميدي، سانتوس اختار تسليط عقوبة على اللاعب بسبب قلة الانضباط حسب ما تم تداوله من طرف المقربين المجموعة، وهو قرار عارضه الجميع لأنه يحلم الفريق بخدمات أفضل لاعب بالنادي خلال الموسم المنقضي. وطلبت جماهير الفريق أن تتم معاقبة كل لاعب تمرد بخطية مالية عوضا عن تجميد نشاطه وحرمانه من اللعب ضمن الأكابر.
المسألة تحتاج إلى مراجعة جدية من طرف الهيئة المديرة بعد أن تتالت أخطاء سانتوس في حق اللاعبين. ففي بداية الموسم تم تجريد الحارس صبري بن حسن من شارة القيادة وإبعاده عن التشكيلة الأساسية، واليوم أصبحت العقوبة تتخذ بشكل فردي من طرف البرتغالي سانتوس. وتجد الإشارة إلى أن جماهير الفريق ناشدت الهيئة المديرة بضرورة لفت الانتباه والنظر للمدرب بوجود مجلس تأديبي للسياسات يهتم باتخاذ القرارات اللازمة بشأن أخطاء وتجاوزات للاعبين. ولا يمكن للمدرب أن يتخذ أي قرار تأديبي بشكل أحادي. وحسب الكواليس فإن المهاجم بركات الحميدي قد قرر الرحيل خلال ميركاتو الشتوي المقبل، رغم أن عقده مع الفريق يتواصل إلى موفى شهر جوان 2026، وذلك جراء ممارسات المدرب البرتغالي.